أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا رسول الله يا من فضله سامي سماء رسول الله الأمان.
في
في حبكم ذاق المنون. ألست يا نور العيون يا صاحب الفيض الهاتون؟ فيكم تسامى المديحون وللعلا هم مرتقون. سيدي رسول الله غوثا ومددا، صلى الله عليك سيدي رسول الله. حبيبي رسول الله عليك المعتمد، نبي الله قم بنا شافعا، أنت عند الله شفيع لا ترد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهيم إلى ليال كنت إلفي بها يا طيب غاتيك الليالي. الله الله. الله الله. وحقك إن وجدي فيك وجدي، وحالي لم يزل بجواك حالي. كتبت إليك عرض الحال لهفا بدمع سح مني كالليالي، ولم أرفع لغير الله أمري. وهذا دين سادات الرجال. دعوتك يا الله والقلب مخلص، دعوتك يا ذلك قوتي. يا سيد الرسل أنت الباب للصمد، يا منك يشملني على الدوام وكل خير معتمد. في شغف
شغفي شغفي لذكرك جنتي ونعيمي 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 ونعيمي. وإذا نسيتك فهو عين جحيمي. يا من أخاطبه يا من والعفو والغفران والتكريم يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج جنا بالنصر لنا جد رحمنا بالقبول لنا بالهادي وعترة ختام الرسل محمد محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. دمر قلوبنا بنور الفهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم عائش المصبر. نحن في زمان كثرت فيه الفتن من جميع الجهات، كثر فيه الغلاء، كثر فيه ارتفاع الأسعار، فقد أشياء كثيرة، فقد الأهل والأولاد وكثير، ابتلينا ابتلاءات، فلا بد من الصبر. اصبروا اصبروا وصابروا. المعية الخاصة من الله عز وجل للصابرين، إن الله مع الصابرين. أرفع منها وأعلى محبة الله، والله يحب الصابرين. صنف نفسك في أي المراتب أنت، ترجو الأجر أبشر بخير. جبهات قتال، طيب الآن هناك قتال شديد عظيم بينك وبيني وبينك وبين يا أيها السامع وبين عدو أعلن الله عز وجل عداوته لك، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فجاهد شيطانك وخالفه. زين لك دعاء زمن ماضي كانت كده، هلا قلت طيب إذا جارك فتح الباب قل لك فضل جاري يلا رأسا يعني، قال لك حول قل عشت بيت عامر إن شاء الله مرة تانية أنا. لكن الشيطان مجرد ما ليس له سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. زين لك المعصية وقال لك تفضل سمعا وطاعة، لا خالف هو عدو. طالما أنه عدو وأخبرك الله عز وجل بأولئك نفسك التي بين جنبيك يا أيها العبد، الشيطان وسوس لك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يهرب. أما نفسك الأمارة بسوء لما تحرك فيك الشهوات المعاصي بأنواعها وتزين لك وتيسر لك أسبابها وتدعوك إليها، هنا استغرب قال لك أنا إيش 17 سنة من الرجل تؤتى ذكر، ولست رجلا. الرجل بقول كلمة بيطلع فيها راس خلص، قال كلمة ما لو بده يندبح ما بيطلع فيها. أن بعض الرجال الآن بركب بعد بحكي كلمة بندبح بعد بقول له والله سحرتك، أين سحرتك؟ بعد ما طلعت ما بتنسحب. الرجل بيطلع كلمة خلص، قلت له إيمتى ما صرت رجل؟ بدأ لك قال لي أبشر. قال لي أبشر صرت رجل. أكيد؟ قال لي أكيد. قلت له وين باكي الدخان؟ مد إيده هيك على إجره طالع من الراب، ولا زال يذكرها يعني يذكرها هو نفسه يذكرها. خلص ما عاد دخان.
ثبتت رجولته لما حركت في الرجولة اللي داير إيه بدأ لك، لكن أنت بدأت يعني حركت في رجولته شخصيته، فكان حقيقة كان رجلا ترك الدخان. فأنا الآن بنصح بعض المدخنين، إن شاء الله ما يكون بيناتنا مدخن، لكن إن وجد بيننا مدخن بنصحه بصير رجل، بنصحه بصير رجل. هو ذكر متى تغلب على الصحيح بالله، وبعد تتبجي لبعض الصالحين تقول لك ندعي لك الله يعينك وتترك الدخان ويقويك على نفسك الأمارة بالسوء. هذه يعني نرجع حدنا عن الموضوع، بدنا نرجع الآن. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الرباط في المعركة، الرباط ما هو في البيت، البيت كلنا مرابطين، كان في البيت في الجبهة، الجبهة بالرباط. وقد يكون بعض المعينين على النفس الأمارة بعض أصدقائك، إذا عندك صديق من النمط هذا بنصحك لوجه الله عز وجل، وقاطع لمن واصلت أيام غفلة فما واصل الأحباب من لا يقاطعهم. كان إلي زميل معلم ضمتنا سهرة، بدأ يدخن، وفي غيره كمان بدأ يدخن، ضيفني السيجارة، اعتذرت قلت له والله أنا ما بدخن، قال لي كرمالي، قلت له ما بدخن، يعني كن على حذر من شياطين الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس والجن يوحى